الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن الثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فكشف الله به الامه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. صلى الله عليه رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما على الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إذا أيها الأحبة تحدثنا عن غزوة بدر الكبرى التي سميت بيوم الفرقان والتي تجلت فيها عدد من الأشياء والمشاهد المشرقة والمسائل العظيمة. فكانت الجولة بفضل الله ومنه وكرمه لعباده المؤمنين الموحدين. فرب العزة سبحانه وتعالى لما قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إذا وعد الله تبارك وتعالى نبيه بإحدى الطائفتين إما العيد وإما النفير، فكان النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إذا رب العزة نصر عباده الموحدين على المجرمين من الجاهلين الذين حاربوا الله ورسوله. وبطبيعة الحال ما دام أن هذه الغزوة توفرت فيها شروط وأسباب النصر فرب العزة سبحانه وتعالى لا يتخلف النصر إذا توفرت السنن التي يحبها الله تبارك وتعالى لقوله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فهذه وعود معلقة بشروط، هذا الوعد نصر الله لهم بشرط نصرهم لله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله هذا هو الشرط ينصركم تنالوا الجزاء. إذا هناك سنن أيها الأحبة لا تتخلف ولا تجامل أحد. فرب العزة سبحانه وتعالى نصر عباده في هذه المعركة. إذا حسمت المعركة بعد المبارزة وكان هذا من طبيعة العرب. دائما قبل المعركة يكون هناك شيء من النزال. نزال فكان هذا الأمر هو وقود المعركة وكان في صالح المسلمين وبث بذلك الثقة والشجاعة في قلوب الموحدين بطبيعة الحال. ففرق بين المتوكلين على الله وبين الذين يقاتلون في سبيل الله وفرق بين الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت. علمنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فرق عظيم وشاسع. إذا أيها الأحبة هذه المعركة فيها روائع كثيرة وفضل عظيم تجلت فيها عدة دروس، ولكن قبل أن نأتي إلى الدروس والعبر في هذه الغزوة العظيمة التي زكي أصحابها كما زكي الملائكة فيها، فإن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تعدون الذين قاتلوا في بدر؟ ماذا تعدون المؤمنين الذين قاتلوا في بدر؟ قال هم خيار الناس. فقال أيضا الملائكة الذين قاتلوا في بدر هم خيار الملائكة. إذن خيار الملائكة نزلت في غزوة بدر وخيار المؤمنين هم الذين قاتلوا أول معركة. إذن أول معركة حاسمة بين أهل الإيمان الذين تكونوا من فتات هم الذين التقوا بمجتمع ودولة شركية مجرمة تريد استئصال المسلمين وقد بدأت باستئصال المسلمين في سلطانها وفي بلادها بطبيعة الحال. إذا هذا الفريق التقى مع ذلك الفريق والقوى متفاوتة، هؤلاء يفوقون المسلمين بأضعاف ثلاثة، يعني يفوقونهم بأضعاف ثلاثة، هذا 1000 والآخرين 312.
إذن قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70. ووصل الأمر بعد أن حسمت المعركة وفاز المسلمون وفرح المسلمون الموحدون بنصر الله عز وجل، حصل ما حصل، كانت يعني حصيلة القتلى في المسلمين 14 رجلا، وهم أقل من المشركين. حصيلة قتل المسلمين 14 رجلا، بينما كانت الطامة الكبرى على المشركين وهم أهل الصولة والجولة في تلك المنطقة. أسر منهم 70 وقتل منهم 70. ماذا حصل في هؤلاء الأسرى؟ الذين قتلوا من 70 كان منهم من صناديد قريش، كان منهم رأسهم وهو فرعون هذه الأمة أبو جهل، علمنا إلى غير ذلك ممن قتل من صناديد كفار قريش، وقد حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان في هذه الغزوة العظيمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة أقام 3 ليالي، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، واستعد للرجوع عليه الصلاة والسلام. ولما مر بالقريب، يعني المكان الذي قتل فيه كفار قريش، نادى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المجرمين الذين كذبوه والذين اضطهدوه والذين أخرجوه من أحب البلاد إلى الله. ولولا أن هؤلاء القوم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج منه. النبي صلى الله عليه وسلم معروف الحديث إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منه. عن الذين أخرجوه واضطهدوه وأرادوا اغتياله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويخرجوك، والذين عذبوا المؤمنين الصادقين والذين قتلوا ما قتلوا وانتهبوا ثرواتهم وانتهبوا أموالهم وفعلوا ما فعلوا في المشركين وفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا من إيذاء واستكبار وتكذيب واستهزاء، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقام عليهم الحج عليه الصلاة والسلام وواجههم ولم يعودوا، فتبين أنهم مكابرون معاندون كافرون بالله ورسوله إلى آخر لحظة من حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الناس أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن هؤلاء هم الذين أرادوا هذه النتيجة وصدوا عن سبيل الله، فساء ما كانوا يعملون بطبيعة الحال. ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم هؤلاء جثث هامدة، نتيجة خاسرة في أجسادهم وأموالهم وأعراضهم، هذا كله حتى لا يقول لا إله إلا الله. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. تصور، من أجل الطغيان ومن أجل الفساد الذي يعيشون فيه وصلوا إلى أن يرهقوا ويزهقوا أنفسهم في سبيل حياة زائلة ودنيا زائلة بمن فيها، بالمعبودات التي عبدوها، بالمصالح الدنيوية التي أغرقوا فيها. فإن من أسباب تكذيب المشركين للأنبياء والمرسلين هي خلائق الفساد التي كانوا يتمعشون منها، خلائق الرذيلة والفساد، فهم يعيشون في مستنقعات الفساد. هذه مستنقعات الفساد تدر عليهم أموالا طائلة، فهذا الوحي ودعوة النبي ستقطع عليهم هذا السبيل. والناس مجبولة على الطمع والجشع وحب المال، زين الناس حب الشهوات، من جناتها القناطير المقطعة من الذهب والفضة والخير المسومة. الإنسان هلوع، إذا مسه الخير منوع، وإذا مسه الشر جزوع يجزع، إذا أصابه مكروه يغدر، وإذا مسه الخير من مال وسعة رزق من يمنع حق الفقير. الإنسان مجبول على الطمع، فما بالك بالإنسان يعيش في المال الفاسد الذي جعله سيدا في قومه ويفعل به ما يشاء. يأتي هذا الوحي يقطع عليه هذا السبيل ويضيق عليه حياته، فهو يرى الوحي شرا عليه ويرى الإسلام شرا وإرهابا على مصالحه، فهو يخاف على مصالحه. هذا أيضا جزء من الأمور الدنيوية التي صدت المشركين وأهل الباطل من الانصياع والانقياد للحق.
زد عليها الأنف والكبر أن يصبح سلاسل مع العبيد. قلوا لغيرنا كما قال: أنا سأصبح أنا وبلال هذا العبد الأسود، سأصبح أنا وإياه سواسية. هذا يعني لا نريده علمنا. فكيف بهم سيصبح هؤلاء القوم أصحاب الأنف والعجرف والكبرياء والتكبر؟ علمنا. فهم عندهم كبر وأنف، وهذا الدين سيكسر أنفتهم ويحطم جبروتهم وطغيانهم، فهم لا يريدون ذلك. وهذا أيضا سبب من أسباب طرد إبليس من رحمة الله، بل من إبليس ليس من هؤلاء الأبالسة. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بسبب الإباء والاستكبار. فهؤلاء أيضا كبرهم وعجرفتهم وطغيانهم منعهم من الانصياع للحق. وصل بهم هذا الامر الى ان يقدم المصالح الدنيويه والكبر وغير ذلك من شهاده التوحيد من الانصياع للحق. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليهم الحجه وما كان ظالما لهم عليه الصلاه والسلام، بل كان يقوم بهذا الامر بوحي من عند الله عز وجل. اذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على القريب وناداهم باسمائهم واسماء ابائهم: يا فلان يا ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ووعد الله لا يتخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال توبيخ وتقريع: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أيسركم ما وصلتم إليه؟ لماذا لم تؤمنوا بالله ورسوله؟ أنتم الآن حطب جهنم والعياذ بالله. أيسركم أنكم آمنتم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ لماذا؟ هل وجدتم؟ نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حق، نحن نمشي على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا سبحانه وتعالى. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاستدرك على ذلك عمر وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك تتكلم مع أجساد لا أرواح لها، جثث هامدة، جثث هامدة، كحال الذين صورهم رب العزة سبحانه وتعالى بمشهد مريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه أعجاز النخل، جذوع النخل دون رأس، خاوية، جثث هامدة لا تصلح لشيء. قال له عمر رضي الله عنه: إنك تكلم عبارة عن أجساد لا أرواح لها، جثث هامدة، عبارة عن أعجاز نخل خاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعون سمعا يفوق سمعكم الذي قلته لهم الآن، إنهم لا يسمعون أكثر مما تسمعون وأنتم، ولكنهم لا يجيبون. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم أسمع الناس الآن بما أقوله الآن، ولكنهم لا يجيبون. وهذا من المعجزات التي أعطاها رب العزة لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذا خبر المعركة وصل إلى مكة، فكان عبارة عن صاعقة ووبالا وشرا عليه، أن مات منهم الصناديد والأكابر والطغاة والظالمين، قد قتلهم الله عز وجل: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إذا ووصل أيضا خبر النصر إلى أهل المدينة، فاستبشروا وعلموا أنه، وازدادوا إيمانا بطبيعة الحال، أن رسول الله حق وأن ما وعده به ربه حقا. قضية أسرى المشركين، ماذا فعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم سبعون؟ إذا مات من المشركين سبعون، وقتل منهم سبعون، وأسر منهم سبعون، استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ماذا يفعل في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق المعلم عليه رضوان الله وعلى جميع صحابة رضوان الله، أشار عليه الصديق أن يفديهم بالمال، أن يردهم إلى قومهم وهم أهل عشيرة وغير ذلك من قرابة، يفديهم بالمال. وبطبيعة الحال الدولة الإسلامية ما زالت في مهدها الأول، وما زالت بطبيعة الحال تتكون شيئا فشيئا، يحتاجون إلى مال وقوة لبناء الدولة الإسلامية في المدينة.
فهم يحتاجون الى مال ليشتروا به العده والعتاد ويقوي بها الدوله الاسلاميه في بدايته. اشار اليه ابو بكر بهذا الامر فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر الملهم الذي وافق ربه في اكثر من ايه رضي الله عنه، وهذا من فضائله رضي الله عنه كما سياتي معنا في الدروس والايام. اشار عليه عمر ان يضرب اعناقهم فانهم قوم حادوا الله ورسوله، اضرب اعناقهم، علمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ براي عمر، وان كان هو الصواب الذي ايده الوحي، لم ياخذ براي عمر ومال الى راي ابي بكر، فنزل القران يؤيد قوله عمر رضي الله عنه، وهي قول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، علمنا. فنزل القران يؤيد عمر الملهم الذي اول النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه او رؤيتين، اي اولهما النبي صلى الله عليه وسلم بالدين والعلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اذا اراد ابو بكر ان يطلق سراحا بالفداء، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها كما قال تبارك وتعالى في سوره محمد. اذا الفداء والتبادل بالاسرى وغير ذلك فيه يعني مصلحه ايضا للمسلمين، ولكن عمر قال: هؤلاء قوم حاد الله ورسوله، اضرب اعناقهم، علمنا. فنزل القران يؤيد راي عمر رضي الله عنه في هذا الامر. أيها الأحبة، دروس وعبر من غزوة بدر الكبرى. أولا، هذه الغزوة يكفيها شرفا أن أصحابها لقبوا بلقب عظيم، كان أحدهم إذا سمي يقال البدري، نظرا لعظمة هذه الغزوة ومن شرفه الله بها، ورفع الله المؤمنين من البشر والمؤمنين من الملائكة. رفع الله شأن من شارك في هذه الغزوة، ورب العزة جعلها فيصلا ويوم الفرقان الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين الكفر والإيمان، والذي كانت فيها عقيدة الولاء والبراء. إذا أيها الأحبة، نتحدث عن هذه الغزوة. هذه الغزوة يتبين معنا فيها فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل بذل النفس والنفيس في هذه الغزوة العظيمة. ففضل الجهاد في سبيل الله قد جاءت فيه النصوص القرآنية والنصوص النبوية على فضله ومكانته في الإسلام، فهو ذروة سلام الإسلام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما أصل الأمر وما هو عموده وما ذروة سلامه؟ قال الله ورسوله أعلم: قال رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سلامه أي قمته تقريبا. ذروة سلامه أي قمة هذا الأمر، ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. إذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم، فهذا الدين يحتاج إلى تضحية أيها الأحبة، لا يقوم هذا الدين بدون تضحية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا رب العزة سبحانه وتعالى حظ على التضحية في مقابل رضا رب العالمين وجنات النعيم التي يعطيها رب العزة لعباده الصالحين سبحانه وتعالى، هذا دين لا يقوم إلا بالتضحية. وهذا الأمر يحتاج إلى تضحية، سواء بالمال، بالكلمة، بالنفس. وأعلى درجات من الحال هي بذل النفس في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كما أن هناك جهاد بالمال لنصرة دين الله عز وجل، ولكن أيضا جهاد بالنفس، وهذه أعلى الدرجات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاتل في سبيل الله أو من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، إلى غير ذلك من موعود الله عز وجل له بالجنة، بأن لهم الجنة. إذا أجر المجاهد الجنة إذا مات في
في سبيل الله فهذا عظيم جدا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذلك العدد من الصحابة أي العمل خير أو أي الأعمال أفضل أي العمل خير، تنوعت الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله ثم يسأل ثم أي يقول جهاد في سبيله. وسئل أيضا نفس السؤال قال الصلاة على وقتها ثم أي قال بر الوالدين ثم أي قال جهاد في سبيل الله. إذن من أفضل الأعمال عند الله عز وجل هو أو هي هذه العبادة العظيمة التي جاء فضلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وأجر الشهيد أيضا عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا لما يراه من خير وكرامة وبركة للمجاهدين في سبيل الله وللأجر الذي ينال المجاهد في سبيل الله. فالذين قتلوا في سبيل الله رب العزة بين وقال تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء عند ربهم يتنعمون ويرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم المؤمنون الصادقون عند ربهم تبارك وتعالى. إذا فضل الجهاد في سبيل الله عظيم، وهذا الجهاد أيها الأحبة لا بد له من إعداد عدة وعداد، هذا الجهاد لا يقوم إلا بعدة وعداد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما هذه قاعدة شرعية تبين أن الواجب إذا كان متوقف على شيء فصار هذا الشيء الذي توقف عليه حكمه حكم ذلك الشيء، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال رب العزة سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا هذا الجهاد لا يقوم إلا من خلال تحقق القوة، أن تتحقق القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده هذه القوة في مكة فنهي عن المواجهة لأنه ما كانت عنده الاستطاعة، وكان يطوف حول الكعبة والأصنام فوقه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على إزالة الأصنام وهو الذي بعث بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانت عنده استطاعة، كان أي تحرك من المسلمين في حالة الاستضعاف وتحت ظل دولة كافرة لا يقدر على يعني دولة كافرة قد جندت كل الوسائل ضد هذا المشروع وليس عنده أي استطاعة فنهي وأمر بكف اليد وأن يقول سلاما وأن يغفر للذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى وغير ذلك. فلما كون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة واتخذ الأسباب الشرعية من أسباب النصر اللي هو إعداد القوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعد قوة 13 سنة كما سيأتي معنا 13 سنة وهو يعد في القوة الإيمانية في قلوب الرجال حتى يجدوهم مستبسلين في سبيل الله، فهؤلاء ما تطايروا لنصرة دين الله وهم فارغون من الداخل، وعد لهم ما استطعتم من قوة، كما أننا نعد القوة العسكرية والتدريبية وقوة السلاح والرمي، ألا إن القوة الرمي أيضا هناك قوة عظيمة جدا هي التي تدفع بهذه القوة ألا وهي القوة الإيمانية، ومن أسباب النصر تحقيق الإيمان، أسباب النصر يتوقف على تحقيق الإيمان، قال تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه وعد متعلق بشرط أيضا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد من؟ الذين آمنوا حققوا الإيمان، وعد له ما استطعتم من أسباب النصر إعداد القوة الإيمانية أيضا، هذا الجهاد إذن يحتاج إلى إعداد العدة والعداد، من جملتها هذه الآية التي تتضمن إعداد القوة، ومن جملتها القوة الإيمانية التي هي من أسباب النصر، قال تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إذن المؤمنون منصورون دائما، ولو يرى الإنسان في الظاهر أنها هزيمة ولكنه هو نصر،
قتل الأنبياء، هل هذه هزيمة؟ هو النصر بعينه، هو النصر بعينه، ألا وهو تحقيق الإيمان إلى آخر العرق، مات في سبيل الله، مات على الإيمان، فانتصر دينه بعد وفاته لأنه ثبت على الحق. النصر لا يهم النتيجة، وإنما النصر الحقيقي هو الثبات، الثبات إلى الممات. فثبت الأنبياء ولم يبدلوا تبديلا، وثبت المؤمنون الخلص حتى استشهد في سبيل الله، وهذا هو النصر الحقيقي. وإن كانت النتيجة في الظاهر تظهر هزيمة، ولكنه هو النصر بعينه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، سينصر الله عز وجل منهجك ولو بعد موتك، وذلك كيف؟ بثباتك. الناس عندما يرون الثبات تعرفون الغلام باسم ربي، هذا الغلام بموته أسلم الجميع، علمنا، فهذا هو النصر يعني. وهكذا كثير من الأحداث، كثير من الوقائع. إذن قال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن الوعد بالنصر أو من أسباب النصر وتحقيق الإيمان، الذي هو من جملة العدة والأعداد الذي يحتاج إليها في هذه العبادة العظيمة، وما لا يتم الوجه به فهو واجب. إذن هذه الدروس نستفيد من هذه الغزوة، فضل الجهاد في سبيل الله، ولا بد له من عدة وعداد، لا بد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا نرى تجلي صور الحب الحقيقي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله ولدينه. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فرب العزة سبحانه وتعالى جعلهم الطائفة المنصورة، وجعلهم حزبه سبحانه وتعالى، وجعلهم الطائفة التي ستنصر ولا تغلب، لأن حزب الله هم الغالبون، والعاقبة للمتقين، علمنا. والنصر دائما سيكون حليف المؤمنين مهما طالت الأيام والأزمان والشهور والأعوام، وإن كانت الإمكانيات قليلة فالنصر يكون لهذه الطائفة. فتجلت في هذه المعركة محبة الله، لأن هذه المعركة كان فيها المؤمنون الخلص الذين تولوا الله ورسوله ودينه. قال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. كانت هناك محبة ونصرة وود وقرب بالنفس والمال لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الشابين اللذين مرا معنا، معاذ ومعاوية، كيف سأل صحابي الجليل وقال له يا عم أرنا أبا جهل، فإنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينتقص منه، وكان يفعل، أريد أن أراه، إما أن أقتله وإما أن أهلك دونه، واحدة من الثنتين. وهذه فيها تجلي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى من الشباب كان فيه محبة الله ورسوله، وهذه المواجهة رضي بها المؤمنون الخلص إرضاء لله عز وجل ونصرة لرسول الله ولدينه ولدعوته. فهم قد ثبت عندنا أيها الأحبة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث جابر، بايعوا على السمع والطاعة في النشاط والمنشط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا في الله لا تأخذهم في ذلك أو لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه، كما يمنع وكما ينصر وكما يمنع الأهل والمال والعشير. فهذا الأمر ما كان قاصرا على مكان أو زمان، ما كان هذا الأمر قاصرا على زمان أو مكان، سينصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذه فهمناها، وخارج المدينة
نعم ستبقى محبتهم لله ولرسوله ولدينه في أي مكان كان وفي أي وقت حال. حالة المعركة النبي صلى الله عليه وسلم هيأ وأراد لقاء العدو فكان بمثل الحال معه. تتجلى محبة الله ورسوله وصورة الحب الحقيقي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة العظيمة. أيضا تتجلى عقيدة الولاء والبراء. تتجلى في هذه المعركة عقيدة الولاء والبراء ألا وهي منهج رباني قرآني. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولو كان هؤلاء لا تتخذون أولياء أي تناصروهم وتحبوهم وتغازلوهم وتقفوا في صفهم وتعينوهم على ما هم عليه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وقال تبارك وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم تعاونوا على إخراجكم أن تولوهم أي أن تناصروهم وتودوهم وتحبوهم أن تولوهم وما يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولى منكم فأولئك هم الظالمون. تتجلى في هذه المعركة عقيدة الولاء والبراء التي جعلها الله تبارك وتعالى أسوة حسنة نتخذها في إبراهيم. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم من يوجد في قومهم أبو إبراهيم نفسه أبو نبينا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. هذا القوم يوجد فيه أبو نبينا إبراهيم. ماذا قال لهم إبراهيم؟ إذ قال إبراهيم: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا أتيتم في الدائرة التي نحن فيها ودخلتم في الإيمان زالت العداوة والبغضاء وصرتم أولياء لنا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا عقيدة الولاء والبراء تجلت في هذه المعركة فقد قتل الرجل فيها عمه وأباه وابنه وأخاه وخاله وأبناه. قتل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام لما اختار القريب ومن كان قريبا له في النسب اختار جيش الكفر صرت متبرئا منه وصارت تتجلى عقيدة الولاء والبراء وصارت هناك براء منه. ما عاد يوجد ولاء، الولاء لا يكون إلا لأهل الإيمان. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ اوثق امور الايمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوثق امور الايمان الولاء او اوثق امور الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. المحبة من اجل الله، تحب من يحبهم الله وتحب من احبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبرأ وتبغض وتعادي من يبغضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالولاء لا يكون إلا لثلاثة: لله ولرسوله وللمؤمنين. والبراء يكون من أعداء الله ورسوله والمؤمنين. يوم الفرقان والأحبة فرق رب العزة سبحانه وتعالى بين المؤمنين والكافرين وتجلت صور الولاء والبراء. انقطعت الصلة بين الأقارب لما اختلف الدين، انقطعت الموالاة، لأن الموالاة لا تكون إلا في دائرة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة أخوة الدين والعقيدة. البراء أو إذا تغير الدين انقطعت الموالاة،
أبدا. ولو كان أقرب الناس إليك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية، لا تجد، غير موجود هذا ممن أشرب قلبه الإيمان واستقر الإيمان في قلبه وثبت، لا تجده يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أبوه أو أخوه أو غير ذلك، ولو كان أباه أو أخاه أو عشيرته أو زوجته أو أي من كان. إذا تتجلى صور الحب الحقيقي أو تتجلى عقيدة الولاء والبراء، فقد قتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام، وأسر عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، يعني هذا عم النبي وأخو حمزة الذي في صف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسر أخو صحابي جليل وهو حمزة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هناك مجاملة وليست هناك قرابة، ما دام أن هؤلاء اختاروا جيش الكافرين في محاربة دين الله انقطعت الموالاة فصار عدو أب، ولو كان الأب ولو كان الابن ولو كان الأخ ولو كان العم ولو كان من كان. علمنا أيضا واجه فيها أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحمن، واجهوا فيها وأنكر عليه إنكارا شديدا كما سيأتي معنا. فنجد مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما مر بأخيه أبي عبد العزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يشد يده فيقول له مصعب، يقول مصعب للأنصاري، يقول له شد يدك به فإن أمه ذات متاع، إن أمه غنية، فالفداء بهذا الرجل مغنم، شد يده فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. علمنا. وتجلت صور أخرى في هذه المعركة العظيمة، كما ذكرنا حالة أو الأمر الذي يعني حصل مع عمر رضي الله عنه مع أبي بكر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لم يكن بعيدا حتى على النبي، فقد أسر عم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولم تنفعه قرابة ولا غير ذلك، لأن عقيدة الولاء والبراء تجلت في هذه المعركة، وهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى. فنحن نحب من يحب الله، من يحب الله ورسوله، والذين آمنوا، ونبغض من يبغض الله ورسوله والذين آمنوا. أيضا أيها الأحبة، كما تجلت عقيدة الولاء والبراء، وهذا في الحقيقة لا يحتاج إلى محاضرة خاصة، معنى الولاء ومعنى البراء وصور ومظاهر الولاء وصور ومظاهر البراء، هذه المعركة تجلت فيها شيء من صور البراء. علمنا ومنها أن جيش المؤمنين التقى بجيش الكافرين ولم ينظر إلى قرابة ولا إلى نسب ولا إلى عرق ولا إلى لغة ولا قبيلة ولا عشيرة ولا أي من ذلك، وإنما انقطعت الأنساب بينهم وانقطعت العشيرة بالكفر والإيمان. علمنا أيضا تتجلى أو من جملة الدروس والعبر يتجلى نصر الله تبارك وتعالى، وأن النصر بيد الله وحده لا شريك له. فهذا الكون كون الله تبارك وتعالى، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فرب العزة سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعلم أن النصر بيده، لا بالإمكانيات ولا بالخطط ولا بما نفعله، فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي هيئ هذه المعركة وقلل عدد المشركين في أعين المسلمين كما قلل عدد المؤمنين في أعين المشركين ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
فرب العزة سبحانه وتعالى لما استغاث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المؤمنون الخلص، قال جل جلاله سبحانه وتعالى في ذلك كله: وإن تستغيثون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عندكم ألف من الملائكة مع ما عندكم من عدة وعتاد، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. رأيت هذا كله، وما النصر إلا من عند الله. ليس هذا شيء، هذا ليس في شيء، وهذا إنما فيه تثبيت لفؤادهم وتهيئة لهم وإرفاقا بهم ورحمة بهم وغير ذلك. ولكن النصر دائما من عند الله السميع العليم سبحانه وتعالى. وقد بين رب العزة وقال في شأن المؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من فضله لعلكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كانوا مستضعفين، كان يفعل بهم ما يفعل، هذا يمزق وهذا يقتل وهذا يدهن وعرض وهذا يطرد وهذا يعذب في الحجارة فوق الحجارة وهذا يوضع في الرمضاء تحت حر الشمس الحارقة. واذكر إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض متخطفين يتخطفون. رب العزة هو الذي آواهم وجعل لهم وطنا والمدينة طيبة وأيدهم بنصره، فالنصر من عند الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وكل الوسائل لا تقدم ولا تؤخر شيء، وإنما هي أسباب نصر، ولكن النصر من عند الله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليس حسم المسألة وليس النصر بكثرة عدة وعتاد، وإنما العدة والعتاد هذا من جملة الأسباب، ولكن النصر من عند الله. إذا تتجلى في هذه المعركة عقيدة التوكل على الله، وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعله المسلمون من إعداد عدة وعتاد لا يقدم ولا يؤخر في الربح والخسارة شيئا. فقد أعجب المسلمون في غزوة حنين كما سيأتي معنا بكثرته، فرب العزة قال: فلن تغني عنكم شيئا، لا تقدم ولا تؤخر، وليست هي التي ستقلب الهزيمة إلى النصر، وليست هي التي معيار النصر أو الهزيمة. فإن المشركين كانوا يفوقون المسلمين عددا وعدة، ولكن لم ينفعهم ذلك شيئا. إذا من الدروس التي نستفيد منها أن النصر بيد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أيضا أهمية الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فإن الدعاء أيها الأحبة هو محور حياة المرسلين. كل الأنبياء والرسل توجهوا إلى الله بالدعاء. ماذا قال ذو النون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه رب العزة من الحوت. كيف توجه نبي الله أيوب إلى ربه: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الدعاء محور حياة الأنبياء والمرسلين. ماذا قال نبي الله يوسف: فدعا ربه أني مهزوم فانتصر. كلهم دعوا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم نصرك الذي وعدت إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض. فكان يستغيث ربه. فالدعاء سلاح المؤمنين، الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يغير أحواله، والذي هو أيضا من جملة الأسباب، أسباب النصر. الدعاء هو الذي دعا به الأنبياء والمرسلون فاستجاب لهم ربهم تبارك وتعالى، وكثير من الحوادث. الدعاء هو سلاح المؤمنين في ساحات المعارك، في الكرب، في كل المجالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا
الدعاء وبين لنا أنه عبادة، أنه عبادة عظيمة جدا، فهو سلاح ذو دقة عالية لا يخطئ أبدا. فتتعامل مع خالقك ومولاك الذي أمرك سبحانه وتعالى بدعوته، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تتعامل مع خالقك دون واسطة، مع ربك ومولاك سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن هو من أسلحة الدقة العالية الذي دارت عليه حياته وهو محور حياة الأنبياء والمرسلين. الدعاء يا أحبة هو وسيلة وسبب من أسباب النصر. أيضا يتجلى في هذه المعركة سر الدعاء، وهذا له سر عجيب. تنام عيناك والمظلوم متيقظ، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فسهام الليل لا تخطئ أبدا، سهام الليل من دعاء لله عز وجل لا تخطئ أبدا. إذن تتجلى أهمية الدعاء في المعارك ضد الكافرين، فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده الموحدين جل جلاله. أيضا تتجلى الثقة في القيادة. من الصور ومن الدروس الثقة في القيادة، الثقة في القادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائد المعركة عليه الصلاة ويمشي بوحي من عند ربه تبارك وتعالى. فعندما حسم الأمر وأراد النبي صلى الله عليه وسلم المواجهة وثقوا فيه وعلموا أنه لا يسير للهلاك وإنما يسير لما يصلح له. فأعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مصالح ليست فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه، وقد وثق فيه الجنود، ثقة الجندي بالقائد دون شك أو تناقض أو ريب، كحال المنافقين الذين قال الله فيهم تبارك وتعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هل سيظلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل سيبدي بهم من المهالك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم سيقود من التهلكة؟ الثقة في القيادة هذا أيضا من جملة الدروس والعبر التي نستفيد منها دون شك ودون مرية ودون تناقض، ما دام أن هذا القائد لم يثبت فيه خيانة وليس فيه شيء من المخالفات خذ الثقة فيه. الثقة في القيادة دون شك وريب، لأن هذا الأمر هو الذي سيؤدي إلى تفرق الآراء وسيتسبب في الهزيمة. إذا كان فريق يشك فيه وفريق آخر يخوله وفريق آخر يعيبه وغير ذلك، إذا فهذه المعركة مهزومة، لأن الناس دخلوا فيها في ريب ولا يثقون في قادتهم وغير ذلك. إذا الثقة في القيادة، نحتاج دائما الثقة في القائد المسلم الذي يقود المعارك وعنده القرارات الحاسمة بإذن الله السميع العليم. أيضا تبشير الجنود وبث الثقة فيهم، تبشير الجنود وبث الثقة فيهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، بشرى حتى يبث فيهم روح الأمل والشجاعة والثقة في أنفسهم وأنهم منصورون بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أبشروا، فهذا نصر على فلان وفلان وفلان فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بمصرع هذا الطاغية ومصرع هذا الصنديد ومصرع هذا المجرم ومصرع كذا، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنهم سيقتلون على أيدي المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في هذه المعركة. فبث الثقة فيهم، هذه غير من الدروس التي نستفيدها من هذه الغزوة العظيمة. أيضا شدة الاستجابة التي يكون بها النصر، الاستجابة التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. هذا في إجابة الثقة، دعاهم ما يحييهم. إذن يجب أن تكون واثقا من هذا القائد، من هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. فيه جانب أيضا الثقة في القيادة، وفيه أيضا شدة الاستجابة الذي يستلزمه الاستسلام.
إذن شدة الاستجابة لما تكلم أبو بكر وأحسن الكلام، وتكلم عمر وأحسن الكلام، وتكلم المقداد وقال لا نقول لك اذهب كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فإن معكم المقاتلون. علمنا. زد عليها قولة سعد رضي الله عنه قائد الأنصار وله مكانة عظيمة، وقال يا رسول الله امضي بما أراك الله. شدة الاستجابة التي هي من أسباب النصر، شدة الاستجابة عظيمة جدا أيها الأحبة. المتقاعسين والمتخاذلين هؤلاء لا يصلحون في المعارك، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو رب العزة نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرج مع الغير المستجيبين الذين يبثون البلاء، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبثونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. نحتاج دائما إلى المستجيبين لله ولرسوله، إذا ضاقت طبول الحرب تجدهم يتطايروا بنصرة الله ورسوله ولدينه. شدة الاستجابة هذا أيضا من أسباب النصر، فقد قال السادة والقال امضي بما أراك الله فلو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فهذه أيضا سبب من أسباب النصر، فالاستجابة لله وللرسول في أوانيه ونواهيه، سواء في المعارك في السراء أو الضراء في السلم والحرب، كلها من أسباب النصر. أما الوقوع في معصية الله ورسوله فهذه من أسباب الهزيمة. إذا الاستجابة وشدة الاستجابة والحرص أيضا هي التي يكون بها النصر. أيضا الثبات على الحق، ثبتوا على الحق هذا من أسباب النصر. اتخاذ الأسباب المشروعة والثقة في الله الذي بيده النصر سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، هذا أيضا قد مر معنا. زد عليها الشورى التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى في أمته، فرأي الجماعة لا تشقى بهم البلاد، رأي الجماعة فيه دائما رأي سديد بإذن الله السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذه الشورى لتكون في أمته حتى لا يتفرد الإنسان ويفرح برأيه ويعجب برأيه، وربما تأخذ العزة برأيه ولا يسمع من الناس أبدا، والرأي الواحد بطبيعة الحال ربما يخطئ، ربما يكون سببا في الهلاك، كحال أبي جهل الذي أعجب برأيه وكان سببا في هلاك أمته. علمنا فالإنسان لا ينبغي له أن يعجب برأيه أو أن تأخذه العزة ويتفرد برأيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تشاور في أكثر من موضع، تشاور في أسر بدر، تشاور في لقاء المشركين، تشاور مع الحباب بن المنذر، وهذا دليل على تواضع القائد، فالشورى تدل على تواضع القادة. فهذا نحتاج أيضا، وهذا درس لقادة المسلمين أن يتواضعوا لأصغر واحد من المسلمين إذا أشار إليه برأي سديد. فالحباب بن المنذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل أنزلته الله أو هو رأي الحرب المكيدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من طبيعة الجبلية، هذا ليس فيه وحي ولم يأمرني الله به، هذا المنزل الذي نزلته ونزل في أدنى بدر عليه الصلاة والسلام. فبين له، فسأله الحباب بن المنذر يرى هل هذا وحي من الله لا نقدم ولا نؤخر فيه، أو هو من طبيعتك وحنكتك وخبرتك العسكرية ومن جملة المواقع الاستراتيجية التي تتخذها للقتال. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ناتج عن اجتهاد ورأيه دون وحي، فأشار إليه الحباب بن المنذر فقال له قم بنا يا رسول الله لنغير هذا المنزل، ننزل إلى أدنى ماء من المشركين فنغور عليهم ماءهم ويعني نشرب ولا يشربون. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأيه وإلى استنتاجه وإلى حنكته واتبع ما قال الحباب بن المنذر، وقام الجيش وغير مكانه. فالشورى والتواضع هذا أيضا
مطلوب ونستفيده من دروس غزوة بدر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله.